أهلا بكم مشاهدينا في برنامج السلطة الرابعة، ونسلط الضوء في حلقة اليوم على أبرز ما تناولته الصحف والمواقع العربية والمحلية والدولية. معاريف العبرية تتحدث عن يحيى السنوار زعيم حماس في غزة وتقول إنه نجح في حصار إسرائيل. والجزيرة نت تصف استقبال وزير الدفاع الإسرائيلي غانتس بشكل رسمي في واشنطن بصفعة قوية لنتنياهو. ووكالة روترز تتحدث عن المقاطعة التي ضرب ستاربكس في الشرق الأوسط وتسببها في شطب 2000 وظيفة. أهلا بكم مشاهدينا، والبداية من صحيفة معاريف الإسرائيلية التي قالت في تقرير لها إن استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة يزيد من تعميق خسائر الاحتلال على المستويين السياسي والعسكري، بينما رأت أن يحيى السنوار قائد حماس في غزة يحاصر إسرائيل. وأشارت الصحيفة إلى أن حماس تمكنت من تحقيق مجموعة من المكاسب جعلها تفرض شروطها في مفاوضات الهدنة وتضاعف الضغط الدولي على الاحتلال. وتقول الصحيفة العبرية إن الجيش الإسرائيلي يجر أقدامه في حركة بطيئة بطول قطاع غزة، ونادرا ما يشن عمليات جديدة إلا عندما يحاول تمشيط بعض المناطق الصغيرة التي تركها خلفه، لافتة إلى أنه سرح غالبية قوات الاحتياط الموجودة في قطاع غزة واعتمد بشكل أساسي على الألوية النظامية مثل الفرقتين 162 و98. وترى الصحيفة أن السنوار نجح في حصار إسرائيل داخل المكان الذي يريدها فيه، أي تحت الضغط الدولي بسبب مسألة اللاجئين ونقص الطعام والماء في القطاع، ما جعلها تتكئ في التوصل إلى اتفاق، ومشيرة إلى أن التأخير بدخول رفح يسمح لحماس بأن تجر إسرائيل لما بعد شهر رمضان، ما سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب لشهرين إضافيين على الأقل. تمر إسرائيل بأزمة مالية متفاقمة ساهمت الحرب في تثويرها، حيث تعاني الكثير من الوزارات من نقص المخصصات المالية اللازمة لتسيير أعمالها وسط استمرار الانقسامات في الكنيست بين القوى والأحزاب وفقا لموقع عربي بوست. ويرجع الموقع أسباب الانقسامات إلى عشرات البنود الواردة في الموازنة المعدلة للعام الجاري 2024، والتي تشهد ارتفاعا كبيرا في نفقات الحرب وتفاقما في العجز المالي. ويقول الموقع أن موازنة الاحتلال تعرضت في عام 2024 لتأجيل آخر بعد تأخيرات لا حصر لها آخرها يوم الاثنين الماضي، حيث كان من المقرر أن توافق وزارة المالية والكنيست عليها، لكن الموافقة على القراءة الثالثة لها في الكنيست تأجلت، وأصبح من المتوقع تمرير القراءة الثالثة في مطلع الأسبوع المقبل الذي سيبدأ يوم 11 مارس. كما ينقل الموقع عن وكالة روترز أنه يتعين على البنوك الإسرائيلية أن تدفع ضرائب إضافية تصل إلى 2.5 مليار شيكل، أي ما يعادل 700 مليون دولار على مدى العامين المقبلين، ضمن مساعي المشجعين لإيجاد سبل جديدة لتعزيز الخزانة العامة المستنزفة بفعل نفقات الحرب على غزة. إلى الجزيرة نت، والذي ينقل عن محللين سياسيين قولهم إن زيارة الوزير في مجلس الحرب بالحكومة الإسرائيلية بيني غانتس للولايات المتحدة تمثل صفعة قوية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وينقل الموقع عن صحف إسرائيلية قولها إن نتنياهو رفض منح زيارة غانتس إلى واشنطن طابعا رسميا، ولم يكتفي بذلك بل حاول تقويضها ومنع سفيره لدى الولايات المتحدة بعدم حضور الاجتماعات. ويرى الكاتب والمحلل السياسي ماجد إبراهيم في حديثه للجزيرة نت أن هذه الزيارة تأتي في ظل استمرار فشل الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أي إنجاز على الأرض واستمرار تعثر الاتفاق على هدنة أو وقف إطلاق النار، خصوصا مع ما يقوم به نتنياهو من وضع العراقيل على عكس رغبة الإدارة الأمريكية. كما ينقل الموقع عن الباحث في أكاديمية روبرت بوش الألمانية محمد راويشة قوله،
إن دعوة جانس إلى زيارة الولايات المتحدة تعد صفعة قوية لنتنياهو الذي انتخب منذ أكثر من عام رئيسا للحكومة ولم تقدم له واشنطن دعوة لزيارتها حتى الآن، مشيرا إلى أن هذه أول مرة في التاريخ لا يدعى فيه رئيس حكومة إسرائيلية إلى واشنطن، وهو ما يوضح الفجوة الكبيرة والحقيقية في المواقف والثقة بين نتنياهو والإدارة الأمريكية. وفي الصحافة الدولية، تناول موقع المحقق الأوروبي قضية إحالة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز برفقة سياسيين آخرين أمس الثلاثاء إلى محكمة الجنايات الدولية بعد اتهامهم بدعم إسرائيل في جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وهذه الحادثة تعتبر سابقة في تاريخ القضاء الأسترالي وفقا للموقع، مشيرا إلى أن شركة بيرغروشوف القانونية تقدمت بطلب الإحالة لنيابة عن نحو 100 قانوني ومحام. ووفق الموقع، طالبت الشركة القانونية بإجراء التحقيقات اللازمة بعد توجيه اتهامات ضد وزير الخارجية بيني وونغ وزعيم المعارضة بيتر داوتون بموجب المادة 25 من اتفاقية روما الأساسية التي تسمح بالتحقيق في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى الإبادة الجماعية عام 1998. ومن أبرز الاتهامات التي جاءت وفقا للموقع تتمثل في تجميد المساعدات الإنسانية لوكالة الأونروا للاجئين الفلسطينيين، وتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل تم استخدامها في جرائم ضد الإنسانية ضمن وثيقة مكونة من 92 صفحة تحتوي على أدلة مختلفة تدعم الاتهامات عمل عليها خبراء قانونيون لأشهر متواصلة، وذلك لتوثيق التواطؤ المزعوم وتحديد المسؤولية الجنائية الفردية للحكومة الأسترالية فيما يتعلق بفلسطين. إلى وكالة روترز، والتي كشفت عن ضربة كبيرة تتعرض لها مجموعة الشايع عمالقة البيع بالتجزئة في منطقة الخليج وصاحبة امتياز ستاربكس في الشرق الأوسط. وأشارت الوكالة إلى أن المجموعة تعتزم تسريح أكثر من 2000 من العاملين لديها بسبب التضرر من مقاطعة المستهلكين المرتبطة بحرب غزة. ونقلت روترز عن مصادر قولها إن عملية شطب الوظائف التي بدأت الأحد الماضي تستهدف تسريح نحو 4% من إجمالي القوى العاملة في مجموعة الشايع البالغ عددها حوالي 50,000 شخص، وتتركز في الغالب في فروع ستاربكس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعدما أدت حملات المقاطعة إلى صعوبات في ظروف عمل الشركة. وتقول الوكالة إنه في وقت سابق كشفت تقارير أن شركة ستاربكس الأمريكية تكبدت خسائر بأكثر من 12 مليار دولار في 20 يوما في ظل أزمة إضراب العمال فيها، وكذلك حملات المقاطعة الواسعة التي تستهدفها بسبب دعمها للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة. وفي ختام السلطة الرابعة أترككم مع هذا الكريكاتير، إلى اللقاء.